انت ايه يا ابني؟ مش عماله بشاور لك؟ ايه ده؟ انت رايح حفله تنكريه ولا ايه؟ ونبي اشرف بلاش استظراف. والله انا عرفت انت ازاي عامله كده. ازاي عامله كده ايه؟ انت مش عارف ان انا اتجوزت نوح السباعي ولا ايه؟ اه صحيح عرفت. طب ونضايق اقول لك ايه دلوقتي؟ شيخه فريال؟ ونبي اشرف انا مخنوقه وطلعان ايمان امي. تشرب ايه؟ اكون بشرب ايه يعني؟ درينك. طيب اطلب لي درينك. لو سمحت. عايز درينك زي ده. شكرا. ايه بقى الموضوع اللي كلمتيني عشان؟ انا بيتلعب عليا، فلوسي بتضيع مني وانا مش عارفه اعمل حاجه. لا انا مش فاهم حاجه، احكي لي الموضوع من الاول. الزفت نوح قال لي اديله فلوس علشان مشروعه الجديد، اشاركه فيه يعني. المهم ان انا عملت كده ومضينا عقود وكله كان تمام، فجأة بقى طلعت العقود دي كلها أونطة. وبعدين؟ وبعدين ايه يا أشرف؟ بقولك ابن الكلب بيضحك عليا تقول لي وبعدين؟ عامل بس فيها شيخ وقال الله وقال الرسول وهو ياكل مال النبي وبناته. انت لسه واخده بالك؟ بعد ما شقلبك ولبسك لبس الدور وطلعك على المسرح. انت ما ينفعكيش حد غير نوح على فكره عشان يطلع عليك القديم والجديد ويعرفك الفرق بين عيشتك معاه وعيشتك مع جمال. لا على فكره أنا مش جايلك عشان تبكتني ولا تسمعني كلمتين. لا لازم تسمعي كلمتين. مش أنتِ رحتي صدقتيه؟ واحد دجال زي ده. طبعًا قال لك إحنا بتوع ربنا وبيضطهدونا عشان الحق معانا. مش كده؟ طب ما كان بيتسجن قدامي. بيتسجن؟ سجن إيه يا ماما؟ مفيش حد تاجر بقصص السجن والتعذيب والمعتقلات قد الكبار بتاعهم دول. وفي الآخر بيخشوا يقضوها خمس نجوم. اللي بيتنفخوا بجد هم الغلابة اللي مصدقينهم. ما سألتيش نفسك واحد زي نوح ولا الدجالين اللي زيه عمل الفلوس والمليارات دي كلها ازاي؟ ويقول لك احنا متضايق علينا مصانع ومحلات وفلوس بره وجوه وحسابات بره وجوه ويقول لك مضطهدنا. يا بنتي كله كذب وضحك على الدقون. وبعدين انت متضايق ليه ان ضحك عليكي؟ هو ده مصير اي حد هيصدقه.